معجون حرفنا ونسخة طبق الأصل من أبو تقدر تطبق عليه المثل الشهير: مات في القرية ساحر فاستراحوا من أذاه، خلف الساحر جنيا فاق في السحر أباه. معلومات أول مرة تعرفها عن يوسف ابن مدير القرى السابق في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ بعد ظهوره مع القلعة الحمراء. جمهور الأهلي كان مع مفاجأة من العيار التيهين في مباراة زبدة، والظهور الأول ليوسف سيد عبد الحفيظ ابن مدير القرى السابق سيد عبد الحفيظ مع الفريق الأول، واللي نزل كبديل في مباراة زبدة. لكن مش بس قدرات يوسف ولا لمسته للكرة هي اللي خطفت الجمهور، لكن كمان الشبه اللي بينه وبين والده سيد عبد الحفيظ اللي كان مفاجأة للكل. نسخة منه سيد عبد الحفيظ على صغير، نفس الملامح والجسم، نفس الحركة ولمس الكرة، وكأننا هنكون قدام سيد عبد الحفيظ جديد في الأهلي في الأيام الجاية، ولاعب هيبقى من نجوم القلعة الحمراء في المستقبل. لكن مين هو يوسف نجل مدير القرى السابق سيد عبد الحفيظ؟ يوسف سيد عبد الحفيظ من الأسماء الجديدة على الفريق الأول بالنادي الأهلي، سبق وتم تصعيده لأكتر من مرة للفريق الأول لكن بدون ما يشارك. وبيشغل يوسف سيد عبد الحفيظ مركز الظهير الأيمن مع فريق مواليد 2005 بالناشئين. جمهور النادي الأهلي اتكلم عن ظهور يوسف في وسط الملعب، وتواجد يوسف قبل كده مع معسكر النادي الأهلي في الإمارات. جمهور النادي الأهلي اتكلم عن ظهور يوسف وقدراته والشبه الكبير بينه وبين والده سيد عبد الحفيظ، وقالت الجماهير: الولد ابن سيد عبد الحفيظ ده بإذن الله هيكون لاعب جامد جدا، لاعب شخصية كده في الملعب، تحركاته هايلة، بيعرف ياخد مكان في المساحة بشكل كويس جدا. بس للأسف أنا لاحظت في كذا كورة عمر كمال مش بيتعاون معاه، رغم أنه واخد مكان في الظهير المدافعين ومفضي نفسه. حصلت على الأقل مرتين، وفي المرة اللي اداله الكورة فيها اداها له مشتركة، يعني أقرب للمدافع منها ليوسف. الله أعلم عمر ما خدش باله في اللعبتين وفي التمريرة المشتركة، وفي التمريرة المشتركة ما قدرهاش بالشكل الكافي مثلا. على العموم أتمنى ياخد وقت أطول في الماتشين الباقيين. لاعب حلو ومبشر. وقال واحد تاني من الجمهور: مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس صحيح اللي في الصورة ده ابن سيد عبد الحفيظ، بس اسمه يوسف ونسخة من والده. احنا قدام سيد عبد الحفيظ النسخة المصغرة. يوسف كان ليه تصريحات قبل كده عن تعامل كولر معهم ورغبته في اثبات نفسه في الفريق، وقال: من اول يوم لينا في الفريق الاول ومارسيل كولر بيطلب مننا الهدوء في الملعب علشان نخرج افضل حاجة عندنا. اللاعبين الكبار في الفريق بيدعمونا وبيتكلموا معانا زي عمر السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة. كرة القدم فيها ضغوط دايما داخل الملعب وبرا الملعب، لكن الرد دايما بيكون داخل المستطيل الأخضر. مش بس كده، لكن كمان كشف يوسف عن نصائح والده سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي، وقال: والدي بيتكلم معايا دايما وبيطلب مني اللعب بشخصيتي، وبيديني محاضرات فنية دايما في البيت وبيطلب مني تركيز.